مستشفى المقاصد هي عبارة عن جمعية خيرية أسس في سنة 1956، بدأ العمل فيه في 1966. حاليا مستشفى المقاصد يعتبر المستشفى التعليمي الأول في فلسطين، حيث خرج أكثر من 300 طبيب أخصائي في كل مجالات التخصصات، حيث يعملون الآن في معظم أنحاء فلسطين من الضفة الغربية وغزة. مستشفى المقاصد هو يعتبر المستشفى التيرتشري هوسبيتال لتحويل الحالات الصعبة من كافة أنحاء الوطن، من غزة، من الضفة الغربية، من القدس. يتعامل مع الحالات الصعبة جدا، واحنا يوجد في المستشفى حوالي 270 سرير، منها 88 سرير عناية مكثفة، وهذا يعني أن المستشفى يتعامل مع الحالات الصعبة. المستشفى يعتبر مستشفى تعليمي، يخرج الأطباء سنويا، وهو مستشفى تعليمي لطلاب جامعة القدس، كمان هو المستشفى المربوط في جامعة القدس. المستشفى يقدم خدمات شتى، منها ابتداء من الطوارئ، حيث يتعامل مع الطوارئ، وأثبت في الأحداث الأخيرة حين هبت الأقصى وهبت الشيخ جراح وباب العمود، تعاملنا مع 1000 جريح في خلال أسبوع، 300 جريح تعاملناهم في خلال تقريبا ساعة واحدة، وهذا يعتبر عبء كبير جدا على أي مستشفى، والحمد لله كان التعامل ممتاز، ومع ما حصل عندنا مشاكل ومشت الأمور على خير، وتعاملنا بكل حرفية ومهنية. وثانيا عندنا يوجد كل أقسام العلاجية فينا، من بداية من الباطن إلى الأطفال، للجراحة، للعظام، لجراحة الصدر، لجراحة قلب الأطفال، اللي هي يعتبر عندنا مميز جدا، حيث نعمل حوالي 400 عملية سنويا، وهي عبارة عن عمليات معقدة جدا جدا لا تجرى إلا في مستشفى المقاصد، ونحن نقدم خدمة كبيرة جدا لأبناء وطننا في هذا الناحية. يوجد عندنا جراحة القلب الكبار، كمان يوجد عندنا النسائية، العمليات بكافة أنواعها نعمل فيها، ونحن نعمل على رفع مستوى هذا المستشفى لكي نواكب العلم أينما كان. حالات غزة، الكل يعلم أن حالات غزة أغلبها معقدة جدا جدا، لأنهم على ما أعتقد يعانون، عندهم نقص من النواحي الصحية، وفي عندهم مشكلة حتى في التحويلات. وفي هاي كنا نستقبل حوالي 40% من الإدخالات تبعينا من غزة، وإحنا بالنسبة لنا طبعا فخورين جدا، إحنا بنعالج أبنائنا في غزة، لأن أغلبهم مساكين طبعا ما عندهم القدرة يستوعبوا الأعداد الكبيرة، خاصة بعد الحروب اللي توالت عليهم وبعد الحصار اللي هم موجودين فيه، بعانوا بشكل كبير. فأغلب حالات غزة طبعا تأتي إلى المقاصد. عانينا شوي من عدم وجود حالات غزة من في فترة الكورونا، والحمد لله رجعت الأعداد ترجع كما كانت قبل. بعد كل حرب كانت تقام على غزة، كنا نستوعب العدد الأكبر والحالات المعقدة جدا جدا بالنسبة لحالات غزة تعالج في المقاصد. الصعوبات، احنا ما زلنا نعاني من صعوبات مالية جدا، كأي مؤسسة احنا غير ربحية طبعا، وفي عنا الناس اللي ما بيقدروا يدفعوا، طبعا ما بنقدر ندفعهم، لأن هاي احنا وجهتنا إنسانية، وما زلنا نعاني من صعوبات مالية جمة جدا، وهي عبارة عن تراكمات السنين، وفي عن نتيجة مرات مساعدات ومرات هاي، بس ما زلنا نعاني من صعوبات مالية جدا جدا. المستشفى بالنسبة إليك بشكل شخصي، أنا من حيث من أول يوم تخرجت فيه من الجامعة بلشت فيه في المستشفى لحد اليوم، ما طلعت من المستشفى، هذا يعتبر بيتي الأول، وأنا بالنسبة لي فخور جدا جدا أني أنا موجود في مستشفى المقاصد، وما بقدر أطلع ولا أي محل في العالم حتى وين ما تجيني أي فرصة، لأن هذا المستشفى بالنسبة لي أهم إنجاز سويناه هو المستشفى المقاصد، لأنه بعطي خدمات إنسانية ضخمة جدا، وإحنا بحاجة إلها، وبحاجة نطور قديش نقدر. وبالنسبة لنا المقاصد طبعا، أنا زي ما قلت لك يعتبر ثاني أهم مؤسسة لنا بعد الأقصى.